السلام عليكم طلاب، راح نبدأ وياكم إن شاء الله اليوم بمحاضرات الـ Inorganic Chemistry عن الكيمياء اللاعضوية. The lecture number one about the radiation by Dr. انتصار الشاو. All atoms consist of two parts. بالبداية راح ناخذ نبذة مختصرة عن مكونات الذرة، وانتم أكثرها ماخذيها بالمرحلة الإعدادية. فall atoms consist of two parts. اللي هي number one nucleus which contain proton. It is positively charged particles. B neutrons. اللي هي it is a particle that has no charge. إذن النواة، الجزء الأول اللي موجود بالذرة هو النواة، واللي يتكون من بروتون ونيوترون. البروتون هو البوزيتيف تشارج، والنيوترون اللي هو يكون ما بي تشارج، متعادل. ونمبر 2 اوربيتنج الكترونز، الالكترونات اللي موجوده بالاوربيتالات الخارجيه، وهي ذا بارتيكلز ذات ريسبونسبل فور ذا الكتريك كارنت وات از نيجاتيفلي تشارج. هي اللي تكون عباره عن جسيمات مسؤوله عن الالكتريك، التيار الالكتروني، وتكون شحنتها عاده نيجاتيف. نلاحظ هنا عندنا ذرة الهيليوم، ماخذين السمبلز اتومز اللي هي الهيليومز. والهيليومز لاحظ هنا تتكون من جزئين، لاحظ هذا الجزء العلوي والجزء السفلي. الجزء العلوي هذا نمبر 4 اللي يقاس او يسمى بالماس نمبر، وايل 2 هذه اللي هي اسفل اللي تسمى بالاتوميك نمبر. وات از ذا مينينج اوف ذا ماس نمبر اند اتوميك نمبر؟ الاتوميك نمبر اللي هي هذه رقم 2، that means the number of proton in the nucleus. هي تمثل لي عدد البروتونات اللي موجودة بالنواة، واللي قلنا تمثل البروتون تمثل البوزيتيف تشارج. بينما الماس نمبر اللي هو هذه اللي يمثل لي نمبر 4 في ذرة الهيليوم، هو the summation of neutron and proton in the nucleus. يمثل لي مجموع النيوترونات والبروتونات اللي موجودة بالنواة. يعني إذا انطيتك أو أي سؤال إجاك انطاك ذرة بها معلومة بها عدد النيوترون وعدد البروتون، وقال لك ايش قد الماس نمبر والاتوميك نمبر، فتعرف الاتوميك نمبر هو يمثل لي عدد البروتونات اللي موجودة بالنواة، بينما الماس نمبر يمثل لي هو مجموع النيوترون اند بروتون ان ذا نيوكلس. هسه نجي الى نيوكليير راديشن. وات از ذا نيوكليير راديشن؟ از ديفاين از ذا انرجي بارتيكلز اور راي ذات ار جيفن اوف فروم راديو اكتيف element during reactions that involve the nucleus of an atom. إذن هي عبارة عن جسيمات أو جزيء ذات طاقة، ذات energy، أو عبارة عن ray تنبعث من الأجسام المشعة خلال التفاعلات اللي تحدث داخل نواة تلك الأتومز. مثل عندنا example during the fission of uranium 235 the nuclear radiation that is released contains على نيوترون and gamma ray photons. إذا مطينا عملية انشطار اليورانيوم راح ينطينا particles اللي هي عبارة عن neutrons particles and gamma ray and photons. نجي إلى هسه isotopes. What is the isotopes? Define or definition of the isotopes. Isotopes are atoms of the same element which contains the same number of protons but different number of neutrons. إذا هي عبارة الايزوتوبس هو اتومز عبارة عن اتومز of the same element، هي ذرات، مجموعة من الذرات لنفس العنصر، contain تحتوي على the same number of proton اللي موجود داخل النواة واللي يمثل لي البوزيتيف تشارج، لكن بمن يختلفون بالنمبر اوف نيوترونز اللي هي قلنا تكون متعادلة. إذا الايزوتوبس نعرفها مرة ثانية are atoms of the same element which contains the same number of proton but different in number of neutron. إذا الايزوتوبس إذا same proton different neutron. Isotopes have the same chemical properties. هذه الايزوتوبس اللي تجي لي الايزوتوبس اللي قلنا عبارة عن مجموعة من الذرات تكون لها نفس the same chemical properties، نفس الخواص الكيميائية، لكن تختلف قليل بالخواص الفيزيائية، تختلف بقليل من الخواص الفيزيائية. Types of isotopes. Types of isotopes. There are two main types of isotopes. عندي نوعين من الايزوتوبس. أما يكون stable isotopes وهذا النوع they do not naturally decay but exist in the natural materials in differing properties. هذا النوع
ما يعاني انقسام، وإنما موجود ببعض العناصر وبصفات مختلفة. إذا هو شنو يكون؟ does not undergo radioactive. إذا هو ما يصير له إشعاع، ما ينطيني إشعاع، ما يصير له انشطار، فإذا هو يكون بالستيبل ايزوتوبس. Number 2 من الراديو ايزوتوبس أو الايزوتوب is called unstable isotope. Isotopes that continuously break down into lower atomic weight isotopes is defined. The unstable isotopes define the isotope that continuously break down into the lower atomic weight isotopes. أيضا undergoes هاي unstable isotopes undergoes the radioactive or nuclear decay. Unstable isotopes are known also the radioisotopes. هذه example لبعض الelement وهذه العناصر المشعة إلها. لاحظ هذا الكربون، لا شوف كم ذرة مطيتني، مرة هذه ذرة وهذه ذرة. راح نشوف هذا الاتوم كويت مالته، كل واحد يختلف. الاتوميك نمبر اللي هي the same number of نيوترون بروتون العفو، لكن تختلف بالنيوترون، باع نيوترون يكون مختلف والبروتون مالته يكون متشابه. فاذا انطتني عدد من الايزوتوبس لنفس الاليمنت اللي هو الكربون. هسه نجي what is the meaning of the radio isotopes. حكينا قبل شوية عن الراديو ايزوتوبس وقلنا الانواع مالته، واحد stable وواحد اللي هو الراديو الايزوتوبس العفو، حكينا عنه وقسمنا على stable والان stable هو اللي سميناه بالراديو ايزوتوبس. إذا radio isotopes is an isotope of an element that undergoes spontaneous decay and emit radiation as it decay. During the decay process it becomes less radioactive over time and eventually becoming stable. الايزوتوبس قلنا راح يكون يعاني انقسام تلقائي الى ان يصبح بحالة استقرارية، وخلال عملية الانقسام راح ينطينا البارتيكل انرجي اللي هي تكون على شكل راديشن، وهذا يحصل لما تكون النيوكلاس مالته تكون كراودد بعدد النيوترون اند البروتون اللي موجوده بيه. بروبرتيز اوف راديو ايزوتوب، نمبر 1 ايميت راديشن، تنطيني راديشن، وهذا الراديشن قد تكون قلنا انواع اما الفا او بيتا او جاما الى اخره. هالف لايف، تتميز بين وجود بيها عمر نصف معين، يعني ما تظل مشعة إلى فد مدى بعيد، لا، وإنما أكو فد عمر نصف خاص بها، فترة معينة وينتهي هذا الإشعاع الخاص بها. إلى خاصية الاختراق penetration properties، يعني من أوجهها على فد بدي معين تخترق السكن وتروح للأورجان المميز، العضو المميز. إلها same chemical properties، خواص الكيميائية تكون متشابهة، وdifferent physical properties. نجي الى الراديشن اللي راح تجي لي من الراديو ايزوتوبس اللي خلال عملية الانشطار قلنا راح يعطيني بارتيكلز اور راي. هذه شو اسميها بالراديشن. اذا what is the radiation is a process in which atom emit energetic particles or energetic waves العفو travel through a medium or space. اذا هي عملية الانبعاث لهذه الاجسام المشعة خلال الفراغ. و there are two types of radiation، اما تكون ionized radiation or non-ionized radiation. وهسه راح نعرف شن هي الionized radiation و what is the non-ionized radiation و what is و من هي اللي the most important of this type. Ionized radiation is radiation with enough energy so that during an interaction with an atom it become more tightly bounded electron remove العفو it can remove tightly bound electrons from their orbitals causing the atom to become charged or ionized. Example gamma ray and neutrons. إذا هذه الionized radiation تكون بيها فد انرجي عالية بحيث لما نصير interaction ويا اي atoms شو راح تسوي؟ راح تسوي لي remove، تشيل الكترون من الاوربيتال الخارجي وتحول هاي الاتومز الى مشحونه بها تشارج او تكون ايونايز على شكل ايون. واكزامبل على هاي الايونايز راديشن هي الجاما راي اند نيوترونز. النون ايونايز راديشن
تكون is radiation without enough energy to remove tightly bounded electrons from their orbit around atoms. هذه النوع من الراديشن تكون ما بيها طاقة قوية حتى تزيح لي الأوربيتال من الغلاف الخارجي، يعني ما تأثر، يعني من تمر على الذرات ما تأثر، مثل مايكروويف and visible light. المايكروويف اللي جاي نستخدمه أكثر شيء بالبيوت، الطاقة أو الإشعاع اللي موجود به ما يأثر، مو ذاك التأثير العالي. وكذلك الفيزيبل لايت، هذه اللي الأشعة المرئية أيضا ما تأثر، يعني ما بيها فد انرجي كافية حتى تشيل لي الكترون من الغلاف الخارجي. نجي إلى types of ionized radiation، وقلنا هي اللي راح تهمنا الionized radiation اللي بيها high energy. Number one alpha particles. It is a stream of particles contains two proton and two neutron. It is identical to the helium. هذه ذرة الهيليوم تحتوي على two proton two neutron، يعني الماس نمبر مالتها هذا اللي هو 4 والاتومك نمبر اللي هو 2. قلنا الماس نمبر هو عبارة عن البروتون زائد النيوترون. Example عن اليورانيوم، لاحظ اليورانيوم عملية الانشطار يكون هذا راديو ايزوتوب انستابل راديو ايزوتوبس، فراح يتحول خلال عمليات الانقسام الى الثاليوم. هذا تشوف الماس نمبر مالته هنا اقل من 238 تحول الى 234، والاتومك نمبر ايضا قل. اذا شي ينطيني انطي ايش قد قل هنا من 238 الى 234، ايش قد الماس نمبر؟ اذا 4 والاتومك نمبر 2. اذا شنطاني انطاني الفا بارتيكلز. اذا كاركترستيك اوف الفا راديشن، الفا راديشن از هيفي اند ات از اكتشوالي ان اجكتد هيليوم نيوكلاس، تكون هيفي ثقيله وهي مشابهه للهيليوم. most alpha radiation is not able to penetrate human skin، ما راح تخترق الجلد لان تكون هي very heavy، فلهذا راح تستخدم فقط بالجروح اللي يصير على السكن ولا تستخدم بالاور، يعني داخل الجسم الاورجان اللي موجود داخل الجسم، لان هي ما راح تخترق الجلد لان تكون very heavy. الالفا emitting material تكون can be harmful to human if the materials are inhaled or absorbed through open wound. يعني تكون هاي الالفا material هي تكون هاي energy لها، الانرجي مالتها كلش عالية وثقيلة، فلما نتسلطها على السكن على الجروح من تنفتح هاي الجروح لما يصير استنشاق او امتصاص راح تكون مؤذية الى داخل الجسم. then those particles can cause damage to the cell and to the internal organs، وبالتالي راح تسوي تلف للخلايا وإلى داخل الأعضاء الداخلية بالبودي. alpha radiation travel only a short distance، بما أنها very heavy فالمسافة اللي تقطعها تكون كلش قليلة، تقدر بالfew inch بالهواء in air. يعني من واحد ينطوني alpha particles وتكون مسافة بين البيشنت وبين السورس اللي راح ينطيها، فما تمشي هاي المسافة، فلذلك قلنا الالفا بارتيكلز ما تفضل كتريتمنت بالكانسر، ما تفضل بصورة كبيرة. نجي الى نمبر 2 البيتا بارتيكلز او البيتا راديشن عفوا. It is also a stream of particles but the particles are electron. اذا هي البيتا هسه هنا عبارة عن electrons. شلون يتكون؟ formed in the nucleus داخل النواة by the converted neutron الى بروتون. اذا خلال عملية الانشطار النووي وتكون النيوكلس unstable، فقسم من النيوترونات راح تتحول الى البروتون، فخلال عملية تحول النيوترون الى البروتون ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني راح يتكون عندي ما يسمى بالالكترونز. هذا اللي يتكون الالكترون هو عبارة عن البيتا بارتيكلز. اذا مين يتكون البيتا بارتيكلز؟ due to the converted neutron الى بروتون into nucleus في داخل النواة. The electron it is emitted as beta particle and the proton remains in the nucleus. فهذا الالكترون خلال عملية تحول النيوترون الى البروتون راح يبقى البروتون داخل النواة، والالكترون المتكون راح ينبعث على شكل بيتا بارتيكلز. اوكي عيدها. اذا يتكون البيتا بارتيكلز شلون يتكون؟ خلال عملية تحول نيوترون الى بروتون. وين؟ داخل النواة. داخل النواة نتيجة قلنا للكراودد اللي موجود بالالكترونات والبروتون والنيوترون والبروتون
فراح تتحول قسم من النيوترونات المن إلى البروتون. هذا البروتون اللي يتكون يبقى داخل النواة، والنيوترون المتحول راح يتحول على شكل الكترون، راح ينبعث وينبعث على شكل بيتا بارتيكلز. الماس نمبر مالتها 0 والاتومك نمبر مالتها ماينس 1. صفاتها كاركترستيك اوف بيتا راديشن، بيتا راديشن از لايت، تكون اخف من الالفا، انز اكتشوالي ان اجكت الكترون، تكون هي نفس صفات الالكترون. بيتا بارتيكلز ار مور بانتريتنج ذان الفا بارتيكلز، تخترق الجلد اكثر من الالفا لان هي تكون لايت، بس تكون ليس دامج تو ذا ليفينج تيشو، تكون الدمج مالتها اقل من الالفا. They travel farther in air than alpha particle, but can be stopped by a layer of clothing or by a thin layer of a substance such as aluminium. إذن يمكن أن تنتقل إلى مسافة هواي بالهواء، ويمكن أسوي لها stopped by طبقة من clothing الملابس، أو by a thin layer طبقة خفيفة من substance مثل aluminium. النوع الثالث اللي هو فوتون راديشن، هذا الفوتون يكون تو تايب، اما جاما او يكون على شكل اكس راي. اذا الفوتون راديشن تو تايبس، ايذر جاما اور اكس راي. الفوتون راديشن از الكترومغنتيك راديشن، مو ابارتيكلز اور ستريم مثل الفا اور بيتا، لا، وانما يكون الكترومغنتيك راديشن، اشعاع مغناطيسي كهربائي الكترومغنتيك. وقلنا تو تايبس من عنده، اما جاما راديشن اللي هو consists of photon that originated from within the nucleus، هذا وين يتكون؟ داخل النواة. الجاما راديشن consists of photon اللي هو ينولد وين؟ that originated from within the nucleus، من النواة. بينما الاكس راي راديشن consists ايضا على شكل photon originated from outside the nucleus، وين يتكون؟ خارج النواة. And typically يكون lower بالانرجي than gamma radiation، يعني الاكس راي يتكون خارج النواة بينما الجاما داخل النواة، والجاما تكون الانرجي مالته اعلى من الاكس راي، واثنيناتهم يعطوني ما يسمى بالفوتون راديشن. نجي للكاركترستيك اوف فوتون راديشن. نمبر 1، فوتون راديشن كان بي ترافلز اور كان بي بانتريت فيري ديبلي. It can travel much greater distance than alpha and beta radiation. يمكن أن يخترق إلى مسافات عميقة بداخل الجسم وإلى مسافات أكثر. It can penetrate bodily tissues. يمكن أن يخترق أنسجة الجسم ويروح إلى organs. And when the radiation source is outside the body، لما يكون الراديشن خارج الجسم يسلط في مكان بعيد، يمكن أن تخترق التشو مات الجسم وتروح إلى organs. Photon radiation can also be hazardous، يعني يكون مؤذي، if the photon emitting nuclear substance are taken into the body، لما الجسم راح ياخذ هذه الفوتون بصورة غير منتظمة. Example على النيوكلير اللي تعطيني photon emission هي cobalt 60 which decay to the nickel 60. Number 4، neutron radiation. Apart from cosmic radiation spontaneous fission، إذا هو نوع من الانشطار النووي، ويكون انشطار تلقائي. A common source of neutrons is the nuclear reactor، وعندنا المفاعل النووية هي اللي تكون كجزء من المصادر اللي تعطيني هذه النيوترونات، which in which the splitting of the uranium or plutonium nucleus is accompanied by the emission of neutrons. عندنا الانشطار مات اليورانيوم أو بلوتونيوم راح يكون مصاحب بوجود ما يسمى بالنيوترونز. The neutrons emitting from one fission event can strike the nucleus of an adjacent atom and cause another fission event including a chain reaction. وهذا الانشطار، هذا النيوترون المنبعث من واحد من الانشطارات، يمكن ان يتعلق او يصطدم ب another atom ويسبب لنا مزيد من او عدد من الانشطارات، وبالتالي يعطيني سلسلة تسمى بالchain. Characteristic of neutron radiation. Neutron are able to penetrate tissue and organs of the human body when the radiation source is outside the body. إذا لما يسلط هذا النيوترون مسافة بعيدة من على الخارج الجسم،
يمكن أن يخترق الجسم والأورغان والأعضاء الداخلية للجسم. نيوترون can also be hazardous if neutron emitting nuclear substances are deposited inside the body. وإذا بقت فترة هذه نيوترون داخل الجسم راح تكون أيضا مؤذية للجسم. Neutron radiation is best shielding or observed by material that contain hydrogen atoms such as paraffin, wax and plastic. يقول أحسن واقي لنستخدم النيوترون هي عبارة عن الماتيريال اللي تحتوي على ذرات الهيدروجين، تكون تمتصها ذرات الهيدروجين راح تمتص هذا النيوترون، مثل استخدام البارافين واكس، هذا شمع البارافين أو بلاستيك. This is ليش يقول لي استخدم هاي الماتيريال اللي تحتوي على الهيدروجين تكون أحسن واقي. ليش يقول؟ Because neutron and hydrogen atom have a similar atomic weight. الوزن الذري مالته يكون متشابه اللي هو واحد. And readily undergo collision between each other. فراح يصير تعلق واحد بالثاني، اصطدام يعني وحدة تلزم بالثانية ويتخلص.